حياة ضيفتنا مليئة بالعناوين المهمة، فبالإضافة إلى أنها من الأسرة الحاكمة، هي شخصية اجتماعية بارزة جداً. ترأست الكثير من المناصب المحلية والعربية، مثلت الكويت في أهم المؤتمرات. كرمت أكثر من مرة من قبل منظمات دولية وإقليمية، حريصة جداً على تعزيز إبراز دور المرأة على مستوى العالم. ضيفتنا الدكتورة الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح. مساء الخير مشاهدينا، أرحب فيكم في حلقة مميزة مع ضيفة مميزة، وأعد نفسي محظوظة اليوم أن هي ضيفتي كونها هي مقلة إعلاميا بسبب عملها. فأرحب في الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح. مساك الله بالخير. تسلمين. الله يسلمك. شيخة، خلينا نبدي حوارنا في طفولتك، كانت في فرج الشيوخ. كلميني عن هالفترة. طبعا يعني ولدت في فرج الشيوخ بيت اليد عبد الله السالم، وعشنا هناك داخل السور مدة 4 سنين، بعدين انتقلنا إلى الشويخ اللي هو بيت الوالد. بيت الوالد. طبعا لي ذكريات في الكويت قبل بالسور، يعني كان اتذكر مثلا اللي كانت تي تبيع السمسميه، واللي يعني ولي القماش اليمني كانوا على يبيعون القماش، اشياء اتذكرها. هذا اللي تذكرينها. وشلون كان لعبكم برا؟ لعبنا كان مع البنات بالفريج، وكنا نلعب، والله نسيت حتى اسمها، بالحصم. نسيت اسمها. فكنا يعني كان شيء لعبنا كله اليهال بالفريج، ما كان في شيء يعني لحتى ما كان امان. وذاك الوقت البيت كان تقريبا في المنطقه اللي فيها المسجد الكبير. اي هذيك المنطقه على ما اذكر يعني. وكان يمنا يار ايران عمي خالد عبد الله السالم الله يرحمه. الله يرحمه. وبنته هي الله يرحمها. يعني لعبكم كله مع بنات عمك. اي بنات العم. انزين، وتالي ما كملت دراستك في الكويت؟ لا كملتها في درست في الكويت لمده 5 سنين، لصار عمري 10 سنين، في مدرسه انجليزيه، بحث انجليزي. انتقلتي وانت وايد صغيره؟ 10 سنين. 10 سنين انتقلت الى لبنان. للبنان؟ للبنان، كملت دراستي هناك. شنو السبب الانتقال عشان من لندن؟ للأسف أنه تخرجنا من مدرسة بحث إنجليزي ما كان فيها عربي. نعم. فما كان ممكن أكمل في المدارس الحكومية، فأبوي والوالدة شافوا أنه أقرب شيء هي لبنان. نعم. فيعني أنت قلتي أن لغتك الأم هي الإنجليزية؟ للأسف. للأسف. ليش للأسف؟ لأنه ابتديت باللغة الإنجليزية من عمري 4 سنين، فهي اللغة اللي أفكر فيها وقريت فيها ودرست فيها، فصار العربي شوية صعب عندك. إيه، لحتى ما قررت إنه لازم أتعلم عربي عدل، وحاولت والحمد لله نجحت، إنه والوالد ساعدني كثير. ساعدك في اللغة. طيب أنت بحكم يعني 14 سنة عشتي برا الكويت وتحديدا في لبنان، أتقنتي بعد وجدتي اللغة الفرنسية؟ إيه نعم. ومو بس اللغة، يعني تجدي ما شاء الله لهجات ولغات أخرى، بس من بينهم بعد في اللغة الإيطالية. إيه، هذه ما لها علاقة بلبنان، هذا شنو سالفتها؟ سالفتها لما دخلت في عالم الفاشن والأزياء وهذه. نعم. فطبعا كنت أروح إلى باريس وميلانو، وعلى هالأساس تعلمت اللغة الإيطالية. ما شاء الله. فأنت الحين تتكلمين أكثر من لغة؟ إيه الحمد لله. ما شاء الله. وكل لهجات العربية. زين ما شاء الله. إيه، في قصص. لأنه مجلس سيدات أعمال العرب. فتجدين اللهجات. اللغة. إيه. طيب نقول قبل ما كان عندك صديقات كويتيات، او ما كنتي تعرفين البنت الكويتيه؟ صح. ولا كان عندك صديقات عرب؟ يمكن صحيح. لا كان عندي صديقات عرب، يعني في المدرسه مالتي اللي درست فيها بالكويت لا ما كان في عندي عرب، كلهم اجانب. لكن في لبنان طبعا يعني عندي صديقات كثيره، يعني من الطفوله الى الثانويه الى الجامعه. نعم. ورجعت الكويت عشان يعني لقيت نفسي انه حتى لما اشتغلت في شركه كويتيه فرنسيه.
نعم. فهذا بعد ما ساعدني على التعرف على البنت الكويتية. فجتني الفكرة أنه أفتح محل أزياء، شركة أزياء. ومنها أقنعت الوالد أنه هذا لسبب أنه على التعرف على الفتاة الكويتية من باب ذوقها، يعني تبي تتعرفين عليها؟ من باب ذوقها، تعرف عليهم، تعرف على العائلات. لأنه طبعا انقطعت أنا يعني عن الفتاة الكويتية، أنه ما درست في مدارس حكومية مثل خواتي. نعم. فعلى هالأساس اتجهت لهذا. ورحمة الله عليه ما وافق بالبداية. لا ما وافق، لأنه كان أنه بالنسبة له أنه هذا شيء مو معيب، لكن أنه كان ما يجوز لل يعني مثل من الأسر الحاكمة أنه تدخل في التجارة. نعم. هذا للتجار وليس لنا إحنا. بس الحمد لله أقنعته. شلون أقنعتي؟ أقنعته والله بعد الوالدة ساعدتني كثير، أنه مثل ما قلت أنه كان مش فاتح محل للربح، بس هو محل التعرف على الفتاة الكويتية. نعم، كان هدفه هذا، هدف احتكاك مع الفتاة والسيدة الكويتية. نعم. وكان عنده شرط. أذكر أنك عنده شرط. نعم، عنده شرط أنه ما قعد على الصندوق. الكاشير ما تقعد. لا ما قعد على الكاشير. فالحمد لله إلى يوم صادني قاعدة على الكاشير. صادك يعني؟ صادني، كان مار بالسالمية وشافني. بس الحمد لله كان أب حنون يعني في الآخر. نعم. يعني أعطاني حقي وشجعت في التجارة في بعدين الحمد لله لما نوينا أنه نأسس مجلس سيدات أعمال العرب، كان هو معاي معنويا وماديا. ما شاء الله، وتميزتي في شيخة، وراح نتطرق له أكيد أكثر. بس حابة أعرف صداقات، يمكن شخصيتك أنت وشخصية الوالد رحمة الله عليه مو أي حد بسرعة تصادقونه، ولازم يمر باختبارات. صح. نعم. شنو السبب رايج؟ والله أخذت هذه من الوالد، أنه دائما تأني بالصداقة، عشان إذا سويتي صديق صعب أنك تتخلصين منه، يكون هو مثلا يتقرب منك أو ييج ببيتك إن كانت سيدة أو رجل. نعم. مثلا تحققين من نواياه أو نواياها. فعلى الأساس أتريت في الصداقة، مو بسرعة أعطي صداقتي. أي. لأنه بالنسبة لي يعني صعب أنه أفقد هذا الصديق. نعم. فكم مرحلة اختبار يدخل الصديق؟ والله حسب شخصية الإنسان يعني. حسب تقبلك بالبداية؟ بالبداية إيه. في ناس ممكن تقبلينهم من أول يوم، تحسين أنك تعرفينهم. صح. وفي ناس لا، يكونون مثل واحد في قطار، يركب القطار، في ناس تجلس معه المسافة كلها، في ناس ينزلون في محطات. صح. نعم. طيب الوالد نفس الشيء، كان ينتقي أصدقاء أو أي طبعا. صعب انه هو يصادق. ايه ايه. انزين، وشنو بعد تشابهينه فيه؟ انا لقيت وايد شغلات بشخصيتك تشابهها. اذا قوه الشخصيه فهي جت منه هو ومن تربيته لنا يعني. نعم. كلنا يعني تربينا على انه ننمي من شخصيتنا، ننمي من شخصيتنا، نعتمد على نفسنا. نعم. وطبعا اهم شيء كان عنده الدراسه، اهم شيء يعني انه نحصل على شهادات، مو أي شهادة، شهادات عليا. يعني حتى لما طلبت منه من تخرجت، أنه طلبت منه أنه أكمل أروح دغري من للماجستير، طلبت تأني ورجعي الكويت لمدة 5 سنين، إذا شفتي نفسك أنه خلص تبين تروحين روحي. فبعد 5 سنين يعني قبول من أمريكا، ورحت حق الماجستير. تالي كملت الماجستير بعد هالفترة. فهو عند وعده دائما. نعم. بس دائما كان مثلا عنده شيء، انه صحيح انه عنده أبو الوالد كان يملك وكان ممكن يدلعنا، لكن نعم. ما لقينا من هذا الجانب، بالعكس لقيت منه جانب اللي اليوم اعتمد على هذا الجانب اللي اعطاني اياه، انه كبر من شخصيتي وساعدني. نعم. في اي مجال دخلت فيه كان هو دائما يسالني شنو شغلك، وكان يسال المرحومه شيخه بعد. فعلى هالأساس علمنا على المسؤولية. نعم، يعني كان هذا بدافع أن صقل شخصيتكم. نعم. أكثر. إيه. طيب أنا قلت لك إياها من قبل، إحنا من وعنا على هالدنيا ما نعرف نقول إلا بابا سعد. صح. فما راح أقدر أقول الشيخ سعد كثر بابا سعد. كان صارم وحازم نفس الوقت، هو حنون ولكن ما يقدر يعبر بالكلام. شلون كان يعبر لكم عن حبه؟ كان يعبرنا عنه في هدايا. طبعا لما يسافر كان لازم يرجع في هدايا لكل شخص منه، يعني بناته وبنات اخوه. نعم. والوالده.
فمرات كان مثلا يطلب مني مثلا روح اشتري هديه حق امك بس خبيها اعطيني اياها تكون مفاجاه لها. نعم. او حق خواتش اذا ما كانوا موجودين معي. نعم. والساعه اللي البسها دائما هي وهذه آخر الساعه منه اخر ساعه هديه منه. هذه اخر ساعه اهداك اياها وما زلت تلبسينها. اي انا واختي فاديه الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. طيب كلميني اكثر عن وقت اللي كنت تقعدون معه، شلون كان؟ قلتي لي انه كان يراجع لكم الكلمات. كان لا كانت كنت انا معاه يعني يراجع كلماته بالانجليزي. نعم. يعني نفتح القاموس واساله يسالني انا اقول له اياه بالعربي وهو لازم يقول لي اياه بالانجليزي. كان عنده الوقت هذا انه كان عنده اي يقعد وقت للعائله يعني. إيه نعم. طيب شلون كانت حياتك في لبنان؟ يعني كان الكويت انت يمكن ما عشتي فيها وايد، وهي يعني مثلا متحفظين هني او مجتمع محافظ نقدر نقول بعكس المجتمع اللبناني. انا يعني ما اقدر اقول لك اختلطت في المجتمع اللبناني، يعني من في الابتدائي والثانوي كان عندنا واحده مسؤوله عنا، كنا من البيت للمدرسه ويوم السبت كنا نروح السينما من الساعه 4 الى 6 ومو كل اسبوع يعني. أي. فكانت يعني ما اقدر اقول لك انه يعني صديقاتي كانوا في المدرسه بس انه اختلطت في المجتمع اللبناني لا. ما كان اختلاط في المجتمع. المجتمع اللبناني. وعشت هناك عند جدتك؟ لا جدتي عشت معاها بالكويت. بالكويت. إيه؟ هناك مدرسه داخليه كنت مدرسه داخليه. نعم. لفتره وبعدين خارجي. نعم. طيب من الشخصيات اللي اثروا فيك غير بابا سعد كانت مدرستكم او مديره إيه؟ المدرسه؟ إيه؟ طبعا اول من اثر علي هي جدتي. نعم. الله يرحمها. الله يرحمها. طبعا والوالده وعلى الانسان اللي جت وربتنا يعني تعلمت منها الكثير، هي كانت خريجه الجامعه الامريكانيه. نعم. فاستفدت من خبرتها فكانت تعلمني شلون الموضوع اللي بدرسه شنو هو وكيف كان الاسئله اللي حتيجي لانه كان عندها خلفيه من الجامعه. نعم. فساعدتني كثير. فهذه كانت من الشخصيات المؤثره غير محيطك العائلي يعني. صح. إيه نعم. نعم. طيب الشيخة لطيفة والدتك عسى الله يقومها بالسلامة يا رب، شنو اللي متشابه بشخصياتكم؟ شو اللي خذيتيه من شخصيتها؟ أخذت منها حب العمل التطوعي هذه. نعم. من الوالدة وحب كان عندها مثلا ذوق كثير في البيوت اللي بنتها، تعلمت منها الذوق، تعلمت منها الانتيكس. نعم. فطلعت يعني هي تقول انا عندي 5 بنات بس البنت اللي طلعت مثلي حصه. انت الاقرب من الناحيه هذه. من الناحيه هذا حبي العشق للانتيكس ما شاء الله. يعني هني قصر الشعب قاعد نلاحظ الطابع عليه الغالب الطابع المغربي. اي نعم. وكان هذا ذوقها. ذوقها اي. وعندكم إيه. الحوش هني كم سنه؟ 12 سنه. 12 سنه؟ سنه لا خلص لانه بعد الغزو انحرق القصر كله. نعم. ورجعوا اعاده بناءه من اول وجديد. نعم. فكان صعب انه نلاقي نفس الرخام اللي كان موجود من اول. ولذلك استغرق 12 سنة. سنه على ما رديتوا ورممتوا. صح. والقاعه اللي احنا فيها الطابع الفرنسي. اي نعم. فانتم عندكم القاعات كل قاعه لها حضاره معينه. اي تختلف. لكن القصر بشكل عام من برا. من برا مغربي. المغربي. يعني كل الحوش والكوريدات اللي في البيت يعني كلها مغربيه. نعم. وهذا ذوق الوالده. اي نعم. وكنت تساعدينها بهالشيء؟ اساعدها انا في تقنيه الانتيكس، اسافر. تحبين الانتيك؟ إيه. وادور على الانتيكس، يعني مثلا عندنا قاعه فوق قاعه الوالده القبه التركيه قديمه. نعم. حصلت عليها في القاهره، يعني في اشياء كانت موجوده علي، كنت انا مشرف على البناء البيت. نعم. كنتي معاها يعني تساعدينها بهالموضوع. الموضوع إيه. اخواتك ما كانوا بنفس الاهتمام. لا. في المباني لا ما كان لهم اهتمام. طيب شيخ عندك صوره هذه صورة جدتك رحمة الله عليها. اي نعم. هي من اصل تركي. تركي صح. واللي معاها الشيخ فهد. الشيخ فهد اخوك. إيه؟ هي اللي علمتك وايد اشياء. يه. وقالت لك مقولات ما تنسينها. صح. شنو المقولة اللي في حياتك ما تنسينها؟ كانت دائما تقولي لا تعتمدين على من هو ابوك، اعتمدي على نفسك. فكانت دائما قالت ربتني انه اعرف، علمتني الطبخ، علمتني التنظيف،
الكوي، الهدوم، يعني كل اشياء ست بيت يعني. اي ست بيت، انه لما تتزوجين تكونين انت عارفه تسوي كل شيء. يعني ما كان عندك ان لما عشتي عندها او معاها ما كان الدلع انت لا تسوي انا اسوي لك؟ لا ما كان عندك. خليتك تخليك وللحين تطبخين؟ الى الحين. وتعرفين تطبخين وتحبين الطبخ؟ احب الطبخ. اي نوع من الطبخ الكويتي؟ كل الطبخ، مرات الف من عندي. حلو، يعني في عندك هذا الحس يعني. ما شاء الله. وشنو كانت كلمتها تقصد فيها اللي هي لا تعتمدين على من ابوك؟ يعني نوع انه مثلا، طبعا هي انا فهمت هذا بعدين لما كبرت، يعني كنت صغيره ما كنت افهم ما اعتمد على ابوي، بس لما دخلت الداخلي فهمت شنو قصها. انه واجهتني صعوبات ومشاكل في الداخلي، انه اول شيء اللغه اللبنانيه ما اعرفها، ما افهم. كان في اشياء مثلا كلام يقولونه عندنا في الكويتي طبعا غلط، فاعتمدت على نفسي انه لازم انا اخلي بالي من نفسي، لانه العمر صغير دخلت داخلي، لازم حتى اتحمم، اسوي شعري، دراسه. نعم. يعني فقدت كل شيء، فقدت اهلي، بيتي. نعم. يعني تغربت في جو وفي عالم جديد. صحيح. جدا. فاعتمدت على نفسي، ففهمتي كلمتها هذه، فأصبحت أنا صديقة نفسي. نعم. فصرتي بالنهاية ما كنت تقولين يعني أنا بنت فلان الفلاني، كنت ما تقولي أنا شيخة حصة؟ لا، ما كنت أقول شيخة ولا كان. كنت شو تقولين؟ ولا شيء. أنا حصة متصالحة مع نفسك. وصديقة لنفسك. نعم. طيب شيخة، أنا راح أستكمل معك محاور كثيرة في حياتك، لكن أطلع فاصل ونرجع. مشاهدينا فاصل ورادين. وما زلنا مستمرين مع ضيفتنا العزيزة والمميزة الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح. شيخة، قبل الفاصل سولفنا عن أنك أنت لما عشتي برا ودرستي برا ما عشتي أن كونك أنت بنت الشيخ سعد. نعم. فشنو الموقف اللي صار مع صديقتك لوسي، وهي أقرب صديقاتك وما زالت ولها مواقف كثيرة وكيد راح نذكرها، شو الموقف اللي صار يوم عرفت منه أنت أو شلون عرفت منه أنت؟ طبعا أنا لما تخرجت انقطعت اتصالي مع لوسي، لأنه صار الحرب، فما كنت أعرف وين هي. ليوم عندي رفيجة في القاهرة كانت لوسي زايرتها في البنك، فاتصلوا فيني، فقلت لها لوسي شو قاعد تسوين، وين تشتغلين؟ قالت لي قاعدة أدور على شغل. قلت لها أركبي أول طيارة وتعالي الكويت. فرأيت طبعا وقتها المطار كان مطار قديم، وكان مسموح انه ادخل بسيارتي عند باب الطياره. فنزلت هي، طبعا هي شهقت لما شافت، خافت. اي، فقالت انت بنت مين؟ قلت لها بس ركبي السياره وبعدين اقول لك انا بنت مين. يعني طول هالوقت كان صديقتك ما تدري من ما تعرف انا بنت مين؟ لا. فهذه كانت فكرتك ان الصديقه تكون يعني لك انت كصديقتك، صديقتي مو كانت بنت منو؟ لا لنفسي. نعم. طيب نتكلم شوي على بيت الشويخ، بيت بابا سعد. طبعا هذا البيت اللي تربينا فيه كلنا، يعني من سنة 54، بيت عزيز عليه، لازلت فيه يعني. نعم. وفي ذكريات كلها فيها، فراش الوالد، ولازلت تنامين على فراش الوالد. فراش الوالد، طاولة الأكل مالته، مكتبة، حتى التجوري ماله موجود في البيت. يعني كل شيء على حطته. على حطته. لا طبعا هو البيت انسرق، كان هو بيت قيادة لمجيد، فخلوا بس الفراش وطاولة الأكل والمكتب ماله، والباقي أشياء كلها انسرقت. نعم. فما زلتي في هذا البيت؟ إيه، ولدي معي هناك. نعم. إيه، قاعد في البيت الحين، بس مؤقتا انتقلت للقصر الشعب، من تعبت الوالده انتقلت الى القصر. ربي شافيها يا رب وطمنا عليها. طيب نبي نتكلم على محطه بحياتك، اتوقع هي النقله او يعني سبب التحول في شخصيتك، هي فتره الغزو. اي نعم. يعني اكيد كل كويتي يعني عاش مراره بهالفتره. صح. سواء كبير او صغير، وكان لك دور جدا مهم في هذه الفتره. طبعا هي تجربة أو فترة تنذكر ما تنعاد إن شاء الله. إن شاء الله. لكن كانت قاسية جدا، كان فيها كمية من نوع من الخوف. يعني بالنهار
واحد يضحك، واحد يخاف، واحد يبكي، نعم. واحد يعني فترات ما اقول مره حق رفيجتي خلصت بطارياتي، خلصت ابي شحن بطاريات. فكانت فتره صعبه جدا. صح. طبعا لما قررت انه اقعد يعني ياني تليفون من الشيخ سلمان انه لازم تطلعين، اخواتك طلعوا. نعم. وصلوا يمكن تقريبا الحدود. قلت له اوكي، خذ سيارتي، خذ ولدي، وخذت معي سيارة ثانية جيمس في يسوقها أبوي اليمني مربيني، وعلى بالنا طالعين رايحين خلاص على تطلعون على الحدود الفاحيل. ايه؟ ما أدري شلون طالعت كذي يسار، شفت السفارة العراقية وكمية من الجيش العراقي قاعد يطلع منها. قررت إنه ما حأطلع. كان قرارك ان انت تظلين، يعني ما كان ظرف انك ما قدرت تطلعين. حقول لاول مره اقولها، قلتها حق الوالد الله يرحمه، بس اقولها لاول مره انه ياني صوت، كنا صوت ابوي او كنا صوت يدي عبد الله، قاعد احس بالكويت ما حيصير عليك شيء. فغيرت رايي ورحت عند رفيجتي في الشعب وكلمت الوالده في طنجه وقلت لها مع السلامه. وقعدتي، خذيتي قرار وقعدتي. طبعا دموعك غاليه وانا وايد متاثره في هذه المواقف شيخه، وكنتي فعلا يعني لك مواقف وايد شجاعه، وكنتي من الاشخاص اللي كانوا مع الشهيده اسراء القبندي. اي نعم. اخر مره شفت فيها اسرار كان شهر 10، فكنت طلبت منها انه تخفف شويه من العمليات اللي كانت تقوم فيها. فقالت لي، اذكر للحين، قالت لي اذا القوا القبض عليك وعلى ولدك شو تسوين؟ كنا كل واحده منا عندها سلاح، انا كنت دائما حامله سلاح معي. قلت لها طلقه في راس ولدي وطلقه في راسي. فسالتها اسرار انت شو حيسوون اذا القوا القبض عليك؟ قالت لي لا حتكلم، وان عذبوني ما حتكلم. فلم القوا القبض عليها ياني الخبر، فيانو يعني واحد من عيال عمي قال لي إن لازم تنتقلين من البيت اللي انت فيه، القوا القبض على اسرار. قلت لها ما حتتكلم، تستشهد لكن ما حتتكلم. سبحان الله، يعني استشهدت وما تكلمت. وانا ابي اطلع شويه من هذا المود لان راح نتاثر اكثر واكثر. وقولي لي لما صار التحرير والتقيتي مع الوالد والوالده، كل واحد فيهم شنو كانت طريقه تعبيره لما شافك؟ طبعا الوالده يعني فتحت الباب وطلعت لها انا مع امي اللي مربيتنا. طبعا حصلت طراق. اعطتك طراق او ما شافتك؟ اي لمتني وعطتني طراق، قالت لي كثر ما عذبتيني. اي 7 اشهر. نعم. الوالد ظل ساكت ومن عيونه عرفت انه هو كثر قدر التضحيه اللي ضحيت فيها، وبس حضرني وشكرني. يعني صراحة هذه الفترة وقصصك أكيد أنا ودي ندخل فيها، بس أدري راح نتأثر أكثر. ذكري لي بس متى شفتي دمعة أبو سعد؟ شفت دمعة أبوي لما كنت أنا بين الحياة والموت في أحدى عملياتي. نعم. بلغه وقتها ما كان حتى في تلفونات بلبنان، كان في اللاسلكي مال الله يرحمه الشيخ ناصر الصباح الناصر. الله يرحمه. نعم. فكلمني على اللاسلكي وطلب مني انه ادخل واسوي العمليه، وهو حيوصل الفجر. فكان في الطياره الهولنديه اللي تاخذ جايه شحن، قال لهم ما تنزل الا اذا تاخذني انا وزوجتي وام زوجتي يعني. نعم. فعلى هذا وصل الفجر، كنت انا خلصت العمليه اول مره اشوف دمعه ابوي. حبيبي يعني كان حنون وانت حنونه مثله، يعني على قوه الشخصيه داخلكم حنان يعني لا يوصف، واضح من عيونك ومن كلماتك. وانت مع شخصيتك الهاديه لكن انت اجتماعيه جدا وتاصلين وتزاورين ويعني توجبين الاقارب واصدقائك، بنفس الوقت يعني مسكتي منصب مو شويه. صح. كرئيسه لمجلس اداره اعمال العرب. هذا الرئاسة صار لي الحين مدة 20 سنة، من سنة 99. ما شاء الله. إيه، أخذ من وقتي كثير، يمكن أخذ وقتي كمان على حساب ولدي يعني، لأنه كنت أسافر كثير بخصوص هذا المجلس. نعم. كان فتي وكان لازم
اسافر واعلم. تعرفين لازم تسافرين مع الوفد والوفود عشان يتعرفون على المجلس. نعم تتواصلون مع بعض. فكنت مضطره للسفر دائما. تسافر الدول العربيه كلها، الحمد لله جمعناهم كلهم الحين تحت رايه الجامعه العربيه. والحين عندي اتحاد جديد، هو اتحاد سيدات العرب مع الافارقه. فالعام كنا في ساحل العاج، السنه رايحين مالي شهر 4 ان شاء الله، عندي دعوة لمالي من السيدة الأولى. ما شاء الله حلو، يعني قاعد توسعون وقاعد يصير لكم اتحاد. إيه نعم، اتحاد عربي إفريقي. نعم وهذا شيء جميل. مع أوروبا بعد، يعني تواصل. كان عندنا زيارة من وفد هنغاري. وهذا هذا هذا الاتحاد يدعم المشاريع الصغيرة وال. هذه تو أنشأناه في سنة 2014. نعم. هو اتحاد ساحبات المهن والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاتحاد موجود، الصعوبة بس الحين في المكان، قاعد ندور على مقر، وإن شاء الله وزارة الشؤون تساعدنا إن نلاقي مقر إن شاء الله. إيه يعني هذا يعني هذه الخطوة الأخيرة. إيه هذه الخطوة الأخيرة المقر. ونبتدي بقى في جلب المشاريع اللي من أفريقيا اللي تحتاج رؤوس أموال صغيرة. نعم. ونلاقي رؤوس الأموال من سيدات الأعمال الكويتيات أو الخليج أو العرب. لهذا يطالبين منا زيارة للمالي في الساحل العاج، عندهم الكوكو بطر، زبدة الكوكو. نعم. وهذه قاعد نسوي عليها دراسة ونسوي فيها إن شاء الله استثمار. ما شاء الله شيء جميل يعني. وأشياء يعني تفيد كل الأنواع من السيدات العاملات. نعم. طيب عندي الحين أنا صور وأبي نتكلم عنها شوي. عندنا هذه الصورة شيخة، هذه متى كانت؟ هذه في القصر. قصر الشعب، الوالد قاعد ينتظر بلير وزوجته تحضر، فالوالده كانت خارج الكويت، فانا استقبلتي مع الوالد. وعندنا هني بعد تكريمك اتوقع في الفلبين سنه 2012. هي هذه مؤسسه اوسي للسلام، أوسي للسلام. هي مثل النوبل برايز بس بدون فلوس. نعم. يعني كل سنة يأخذون حوالي 20 شخص ويكرمونهم، فكان لي تكريم في هذه في 2000. ولابسة ما شاء الله زي يعني هني. إيه لازم كل واحد لابس الثوب. الثوب وهم كان عندهم الشرطة العسكرية مالتهم تمشي قدامنا بالعلم مال الكويت. وايد ما شاء الله حلو. تكريم هذا يعني شكله وايد حلو. تكريم عالمي يعني ما شاء الله. في طبعا في كل واحد وبحسب عمله من اللي سياسيين وغير سياسيين تخصصه. في منهم دكاتره يعني ابتكروا شيء. فبخلص انا يعني بخصوص انه مساعده المراه العربيه على الاساس. وخذيتي الدكتوراه الفخريه؟ اخذت الدكتوراه الفخريه في علوم الانسان. ما شاء الله. وكلميني عن هالجانب شوي يعني. هذا الجانب طبعا يرجع انه انا بعد الغزو اسست جمعيه صغيره هي مكافحه الادمان. نعم. طبعا قبل ما اسوي الجمعيه تحدثت مع الوالد، فكان غير مقتنع انه عندنا مشكله ادمان في الكويت. نعم. لحتى ما صارت اول حادثه انه ولد رموه قدام المستشفى الاميري. على اساس الوالد صار عندنا نوع من القبول. نعم. انه في مشكله وشنو هي. فلمده 10 سنين اشتغلت على هذه الهاي، رحت امريكا تخصصت في العلاج لمكافحه الهاي، والحمد لله بعد 10 سنين يعني تكريم من الامم المتحده. ما شاء الله. واخذتي الدكتوراه الفخريه؟ اخذت الدكتوراه على هذا الاساس. ما شاء الله. طيب وهذه الصوره؟ هذه الصوره سنه 56 عندنا ما رجعنا مع اختي مريم الله يرحمها. فكانت عطوني. طبعا انت الصغيره. انا الصغيره. اي إيه؟ وابركب القاري ما خليتني. واضح ان انت وراكب القاري. اي واضح انه ممكن في القاري. إيه إيه. شنو ذكرياتك وياها كونها الاقرب بالعمر لك او انت طبعا الأقرب. هي كانت مو بس اختي، هاي كانت صديقتي يعني. كنا ننام بنفس الغرفه لما سافرنا تركنا الكويت، كنا ننام في نفس الغرفه من المدرسه الداخلي. كنت هي تاخذ بالها مني لانه انا اصغر واضعف. أي. وانا اخذ بالي منها انه هي الاكبر، وانا اعطيها مثلا
هي تحب تاكل شوكليت، فكل ما يجينا شوكليت اعطيها انه تخلي بالها مني وانا اخلي بالي منها، فكنا لحتى ما ارحمها توفت. الله يرحمها. طيب علاقتك مع اخواتك الاصغر كعلاقه الاخت الكبيره في صديقة؟ احترام طبعا. نعم. احترام وفرق العمر، يعني انا اعتبر نفسي انه ينظرون لي كالاخت الاكبر، والاخت تخرجت من الجامعه قبلهم فكانوا محتاجين شيء دائما يرجعون لي. نعم. وساندتيهم في دراستهم في تخصصاتهم. اي طبعا كنت زي مدرسه لهم في البيت. شيء جميل يعني. إيه حلو. ومتى صارت عندك اللغه العربيه او الكويتي فوق الممتاز؟ باي فتره؟ يمكن لما رجعت الكويت واشتغلت في المحلات، يعني لما نزلتي سوق العمل، يعني سوق العمل اختلطت بالسيدات الكويتيات. طبعا الوالده كانت تاخذني معاها في المجتمع فهذا اسسني، بس اول ما كنت افهم حتى شنو ارد اذا قالوا لي مثلا قرت عينك شنو ارد، ما كنت اعرف شنو ارد مثلا. اوكي. حتى تعلمت الاشياء لما خالتيهم. وكنت تروحين مع الوالده؟ اي، واسمع شو يقولون. ما شاء الله الحين الكويتي احسن مني. لا الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. انزين، وشلون علاقتك مع السوشيال ميديا بالتويتر انستغرام؟ لا ما عندي وايد، عندي شويه انستغرام بين اصدقاء بس، يعني خاص خاص، ما عندي، لا ما اسوي لا تويتر ولا، ما احب. شنو تحسين هذه خصوصيتك حياتك الخاصه؟ خصوصيتي، واخاف من الصور تنحط على انستغرام، واخاف دائما. تعلمنا من الوالد، اولاد ما كان يحب يتصور بكاميرا غير كاميرا مالته عشان استخدام الصوره. فعلى الاساس تربينا انه حتى حد بيصورني لازم اعرف الصوره بتروح وين، او هذا على اساس اخاف من الانستغرام والتويتر. وايد حريصه وايد دقيقه. اي يعني طول عمرك كنت بهذا السيستم. اي هذا السيستم تربينا على ذلك، او الوالد كان ترباية دراسة بريطانية إنجليزية بحتة. نعم. فربانا على هالأساس. نعم. طيب قولي لي ذكرياتك البسيطة اللي هي هني في الشعب. قلتي لي ما قعدتوا هني وايد. لا بعد هي جت فترة. الشعب له قصتين. في الديوان اللي هو ديوان الله يرحمه المرحوم عبد الله السالم. نعم. وفي هذا البيت اللي انبنى وخلص في 86، انتقل الوالد والوالده 86، ما يعني قعدوا في 4 سنين، صار الغزو وانحرق ورجع تصلح من اول وجديد. نعم. يعني ذكرياتي في الشعب في الديوان، يعني كان بس الديوان، فكانت مناسبات الوالد يسويها العشوات، يعني كانت العشاء اللي سواها مثلا اول مره يدخل فرقه الشرطه بال الباك بايبس اللي هي فرقه القرب. اي نعم، فرقه كان ياخذها، فكانوا يسوون يتمشون في الكوريدورات وهم يتعشون الاجانب، فكان وايد يحبونها لانه شيء جديد، يعني خاصه الانجليز كانوا مو مصدقين انه عندنا فرقه مثل هذه، يعني تباهي مع اسكتلندا. اي ما شاء الله. صح، لان هي تقريبا نفس الفكره. إيه؟ فكانوا يقدمون هذا العرض وقت العشاء. طيب كل لسان بانسان، منو قالها لك؟ هذا الله يرحمه يدي فهد السالم، كان دائما يقول ويرددها، يا بناتي كل لسان بانسان. طبعا انا سالته شنو يعني قصدك؟ قال لي يعني إذا تكلمتي فرنسي صرتي فرنسية، وإذا تكلمتي إنجليزي صرتي إنجليزية، وإذا تكلمتي إيطالي تكلمتي اللهجة، كل ما تكلمين لغة ممكن أنت تستفيدين منها كإنسان، تنتقلين من إنسانة عربية إلى إنسانة أجنبية. يعني قصدي يقصد بالشخصية نفسها، بالثقافة نفسها، تنتقل من لغة للغة. لغة. طيب شنو بعد من هواياتك غير كنت تحبين ركوب الخيل؟ ركوب الخيل، تزلج، طبخ، شغل الإبرة، ما هو يتعلق بالبيت أحبه. كل شيء يتعلق بالبيت، لأن شربيتي على هذا الشيء. وش اللي ما زلت تمارسينه؟ للأسف ما أقدر أمارس ركوب الخيل ولا السكي لأنه كسرت ريلي. أمارس الطبخ، القراءة،
يعني هاي اللي أقدر عليهم. تقرين؟ أي أقرأ. طبعاً باللغة الإنجليزية ولا بالعربية؟ حسب، إذا كان في الكتاب يجذبني العربي أقرأ، لكن أكثر شيء بالإنجليزي. بالإنجليزي. إيه؟ باقي اللغات لا. لا باقي اللغات لا. والحين عندك جاليري اللي هو دار الفنون. إيه نعم. كلميني شوي عن هذا المعرض. بعد التحرير كنت أنا أشتغل مديرة إدارة تحديث البحوث خدمات الطبية في المستشفى العسكري. نعم. تقاعدت وفتحت دار الفنون، كنت وقتي أقتني أشياء الأنتيكس الإسلامية وبيعها. بعدين تخلت لوسي معي كبارتنر وصارت شركة، والحمد لله نجحنا انه يكون من احسن جاليريز في الشرق الاوسط ما شاء الله. وهو يعني ما زال موجود، ما زال الجاليري هذا وجامع للفنون. اي نعم. انا سعيده في هذا اللقاء شيخه، وفعلا انت انسانه جدا راقيه جدا حنونه، واستمتعت معك. شكرا. تسلمين. تسلمين. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا اليوم، ونلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع حلقه جديده. في امان الله.